عند الإشارة تكون الساعة 14 مساء 35 دقيقة وسبع ثواني في ظلماتكم. السلام عليكم. بما أن المونديال يتوكين في المغرب، بينيا ديال كازا ديال مدريد وجدوا واحد تيفو لعبقة في التاريخ، هتكونوا شفتوه في الماتش، ولكن دابا أنا نوريكم كيفاش تصيب. التيفو اللي تتشوفو الحجم ديالو 50 على 30 متر، تصوروا معايا هي تقريبا 1500 متر مربع. تتشوفو بين الدراري كلهم خدامين سيريوزمون. ناري خصني نقول لكم واحد الحاجه يلا عرفتها، في خباركم ما بين 400 عضو ديال لابينيا كازا مادريديستا كاينين غير ثلاثه اللي عارفين التيفو اللي يطلع اش فيه، راه داكشي بحال السي اي. هاد الوقت وانت دابا خدام؟ دابا بدينا في النهار الرابع، مازال لينا واحد 3 ايام اخرى ديال العمل وتسالي كلشي يكمل كلشي يكون واجد ان شاء الله. الله يحفظك. دابا نقدم لكم السيد اللي عرض عليا اليوم اللي هو صديق ديالي من شحال هادي، يونس بايونس. انت رئيس ديال لابينيا كازا مادريديستا. بغيت نسولك واحد الحاجه تري سامبل، اشنو هما لي ميساج اللي كانوا في التيفو اللي تحط اليوم؟ ايوا شوف سعد، لي ميساج لي بلوز امبورطون اللي بغينا نديرو في هاد لو تيفو هو كاين الخريطه، هذه الخريطه ديالنا تاع بلادنا تاع المملكه. لو دوزيام ميساج هي بيان فينو في لا تير دي ليون دو لاتلاس، ابري هذيك لو باركور ماجيك داكشي اللي درنا مع المنتخب قطر اللي عشنا انكرويابل. ثالث هي لا توني تاع ريال مدريد بالنمره 14 اللي لي مدريديسا كاملين عارفين شنو هي 14. واخا انا برساوي نقولها لكم، 14 هي 14 تشامبيونز ليغ اللي بيان سور ريال ربحوا فرحانين بها ويستاهلوا. وهادو هما لي تخوا ميساج اللي حطيتو في التيفو. هما لي تخوا ميساج وجيسبيغ كاد لو تيفو هادي عجب المغاربه كاملين، كي سوا مادريديستا او بارساوي بحالك. ولكن حنا دابا سي ميساج فين تنرحبوا بالريال مدريد في بلادنا، حيت حنا بلاد الكرامه، بلاد اللي تنرحبوا بنوز انفيتي، وان شاء الله يكون غير الخير. حاجه اخرى اللي هي مهمه، ملي يكون هذاك التيفو فيه كوريغرافي نورمالمون الناس يتلاقاو نهار قبل، ولكن هذا تيفو فوال انتيغرال دونك يتحط نهار الماتش. نهضر لكم على واحد السيد اللي هو فان ديال الريال من 71 سميتو الطيب. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. قول لي اول حاجه كيفاش رجعتي ريالي؟ رجعت ريالي كان عندي 11 عام، كنا لاعبين واحد التورنوا ديال الكره وربحنا بالبيلانتيات، وانا قول وشديت شي ثلاثه ولا اربعه البيلانتيات، وهذاك الاستاذ كان نصراني سي لو جاد قال لي في الاخر، قال لي شمن ايكيب كتبغي؟ كان بغي الوداد. قال لي لا ايكيب خارجيه. قلت له البرازيل. كان بغي البرازيل في 70. قال لي لا ايكيب اخرى. قلت له ما عنديش. جا هو جبد ان بينس دو ريال مدريد ولصقوا لي هنا ويلي، وقال لي هذه هي ليكيب اللي خصك تبغي، لو ريال مدريد، حيت هي اللي واعره. ومن تما بديت. ومن تما وانا دابا كوم جو بو جي اكسي à avoir beaucoup de pins. ديما كتلقى معايا ان بينس، وكنشوف شي دري ولا شي حاجه كنمشيو كنلصق له داك البينس. ونهار الماتش جيب لي بينس. نهار الماتش ديما كيكونوا عندي لي بينس. برافو. دونك دابا كيف شفتوا الطيب راه تيعطي من وقته، راه التطوع باش تعرفوا لا باسيون ديال الكلوب كيفاش كاينه ولا باسيون ديال البلاد. دابا الطيب نعطيك اخر سؤال، اشنو هو الحلم ديالك من هادشي كلشي؟ ماشي الحلم، اللي بغيت هو يكون ان كلاسيكو عند البارسا وربحوه بثمانية. ثمانية علاش؟ ثمانية بشحال ما بغيتي، علاش؟ باش حيت دابا شنو باقي عند صحاب البارسا؟ 6 لجوج، 5 لواحد، داكشي اللي بقى عندهم، هما كينساو واحد 11 لواحد كان، لأن أنا جو في بروفيتي دو سيت أوكازيون باش نقول بين 11 لواحد كانت مقابلة في 43 في لا دومي فينال دو لا كوبا ديل ري. وهذاك المقابله كاينه، وكانت خسرت لو ريال مدريد في الماتش الاول ب 3-0 وربحوا في الماتش غوتور 11-1، ولكن حنا اخيرا ضربناكم ب 6-2.
ودابا داكشي علاش كنجاوبك بين اللي بغيت لان باش ما يبقى عندهم ما يقولوا لان شنو عندهم ما يقولوا من غير هاد ستيرجوش ما عندهم حتى شي حاجه اخرى عندكم نتوما 14 سيمبلز اللي عارفه اللي دوك الخاتمه هنا هي كاين 24 طرف ديال التوب اللي هو مخيط هذه الاولى من بعد ما تيحطوا التوب تيتصبغ تيترسم بعدا وعاد تيتصبغ ومن بعد تي كلشي تيتجمع تيمشي للتيران ودابا نشوفوا كيفاش تيتحط في التيران تيفوصل ودابا شويه يدخل لداخل هذه تقريبا 12 وتيفو يتحط دابا قبل الماتش وعندهم الصحافه ديال تشيرينغيتو ديال سيكستا باش يشوفوا حتى هما هاد التيفو كيفاش هيداروا تلاقيت مع واحد الدري اجي قول لي خويا خليتي خدمتك ولا قرايه ولا شنو فاش جي لا لا شوف خويا لا سمين كامله خدمه قرايه اي حاجه غير على ود لابينيا والغيال ان شاء الله بوغ اوفخيغ ان تيفو هيستوريك وهادي راه باسيون ولا بوت لا باسيون الحمد لله الانسبيراسيون المغاربه كما تيقولوا حاكمين العالم اون فا مونتخي او موند سكون سي فيغ ماشي غير مع الوداد اللي مالوغوزمون تخسرات مي حتى بوغ الغيال كي ان كلوب ديمونسيون مونديال لو ميغ كلوب وان شاء الله يكون كلشي مزيان ونفخروا المغاربه كاملين ان شاء الله. كريري انا دخلت دابا مع الناس اللي خدموا على التيفو ولا يحطوه دابا شويه في هاد الستافيت كيف عارفين ما نقدروش نوريو وجههم دونك هما هنا كاينين دايرين بيا دابا تيشوفوا تيسمعوا اش نقول ولكن بغيت نشكرهم حيت التيفو شفتو في التصويره ودابا تنتمنى نشوفو تير بصح كيعطي في الاول قلت لكم بانها تكون 50 على 30 فينال ما يكون 70 على 35 Je veux remercier la fédération marocaine de football qui nous a aidé. السلطات المحليه اللي عاونونا يعني ما خلاو حتى شي عاونونا من الاول حتى الاخر ومن هذا المنبر هذا جو لي ريميرسي خاصكم تعرفوا بان التيفو راه ثقيل والدراري كلهم هنا متطوعين عرقانين الناس تيتقاتلوا ويموتوا على الكره داكشي علاش خصنا ننظموا الكان 2025 راكشي مع راساتك ضروري بات حنا خدامين كتحس بهادشي ثقيل شحال كيلو مشالك انت بعدا؟ انا خمسه انا فورشور خمسه حتى سته اش كنحس بالظهريعيه وهذه شحال تكون فيها التيفو؟ نورمالمون شحال يكون فيها؟ تكون شوف غالبا كيف قلنا تكون شي طون ولا طون هذاك كواصل طون كاع دابا شتي تيوجدوا هذيك التويشه الاولى اللي التيفو يخرج الحاجه اللي الله تعلم دابا هو التيفو القانون ديالو هو خاصو يتديبلوايا قبل ما يبدا الماتش غير تيصفر لاربيت خصو يتجمع ويتحيد ويخرج كاع من التيران واليوم هذا هو البلان ما عرفتش واش يبقى ولا يقدروا يخرجوه هادو الدراري كلهم اللي خدموا اللي صايبوا التيفو دابا المهمه سالات ما بقاين خرجوا ونتسناو الماتش متى يبدا ماشي شي ماتش دوز دوز صافي دخلنا للتيران دابا الخمسه تقريبا الناس كلهم بداو يجيو لي بينيات ديال المغرب تطوان سمعت بزاف ديال البلدان كاينين هنا حاضرين والماتش يبدا دابا شويه الاخ منين؟ موريتانيا ويلكم تو موروكو هذيك النهار كنت تلاقيتو عصام اللي هو مسؤول على الفرقه الفنيه هو عصام معايا دابا جاي من بعد جاي من بعد دابا كيوجدوا البلايص ديالهم كل واحد كياخذ بلاصه ديالو باش اتفقنا عليها ملي غادي يدخلوا اللعابه هادو الاحماء ديالهم غادي يوقفوا شويه وكل واحد ياخذ المركز اللي يوقف به ومن بعد غادي يبقى يطلع بشويه بشويه من كما كتشوف من راس لراس جاي تيفو كبير ويطلع بشويه بشويه تيوصل الفوق ونهبطوا Je suis réali depuis des années et j'ai essayé de le convertir à chaque fois, il n'a jamais voulu. Et là, je l'ai ramené et il a aimé l'ambiance.
معلوم فرحانين ربعه الواحد اش وقع دابا بهذاك التيفو تيفو فان في فان في لو تيفو اي في 2 او 3 مينوت ابري سي فيني بلوس دو 2 mois de travail pour 2 minutes mais l'essentiel a été là. Le message est passé, Khalid est au Maghreb. Tous les Maghrébins sont très bien Real Madrid au Maghreb. C'est un tifo de 2014. C'est un tifo de 2014, mais il y a un tifo qui est au Bernabéu. C'est bon, Mbrouk la Peña Casa Madrid, c'est le tifo de ce tifo. Mbrouk Real Madrid, c'est le fauze. Nous vous souhaitons que cette vidéo vous aime. Nous vous souhaitons une vidéo prochaine, Inch'Allah.